الاستعانه بسوسن بدر كان سببه ملامحها ولا قربك منها ولا اقتناعك انه هي ان جدا في المشروع ده؟ مش ملامحها خالص يعني، ملامحها جايز ايام كنت بصور فوتوغرافيا، لكن في المشروع ده تكلم بحريه. لا بجد بتكلم بجد، مش موضوع لا اصل هقول لك حاجه، محمد صبحي في المسرحيه بتاعته لا هقول لك حاجه، اصل ام الدنيا الموضوع اكبر من ملامحها. وسوسن انا عارف ان هي كان عندها الثقافه والروح اللي هتعرف تنقل بيه الموضوع ده بسلاسه. وسوسن عندها ميزه مش عند ناس كتير، انه صعب قوي تلاقي حد بيختلف عليها فهيتقبلوا اي حاجه هي هتقولها. لان انا كمان كنت متخوف من استقبال الجمهور للموضوع، لان احنا اللي كان بيتقال لنا واحنا بندور على تمويل انه ما حدش هيهتم الافلام الوثائقيه هنا في مصر، ما حدش بيهتم بيها. معرفش بيبنوا القناعات دي على ايه، مش عارف. بيقول لك الجمهور مش عايز كده، لكن الجمهور اثبت انه عايز، لما محتاج محتاج ولما بتعمل له حاجه المنصات الدوليه بيعمله. عندها ما فيش هتلاقي منصه ما عليهاش افلام او وثائقيات عن مصر الفرعونيه بالظبط. لا والجانرا ده بالتحديد بره هو جانرا بينافس الدراما ومجال شغل كبير. انا كان نفسي بقى واتمنى ان يكون ده حصل بشكل او باخر، ان ام الدنيا يبقى بدايه الصناعه دي عندنا هنا في مصر بشكل تجاري. انا مع التجاريه على فكره، وان ده الحاجات دي لازم تحقق ربح في الاخر وتتعمل للناس العاديه، مش شرط تبقى لفئه معينه او للمثقفين او للإليت، للناس كلها، ويبقى فيها التجاره والكل يتربح، ولكن نتعلم حاجه ونعمل توثيق لحضارتنا الفريده دي، ومش بس مصر القديمه، الفترات اللي جت بعديها كمان لا تقل اهميه. بس انا الحقيقه عرفنا من مدام سوسن انك افتريت عليها، والست سافرت وراحت وطلعت سافرت، لا يعني اتبهدلت في الدوكيومنتري ده. مدام سوسن هو مش مسألة، هو صعب، واماكن التصوير صعبه، وهي مهمه صعبه، بس بديعه ولازم تتعمل. ومش انا بس اللي تعبت، ورشاد من اول ما بدا يكتب، والانتاج، وبقيت فريق التصوير والاخراج والانتاج، وكلهم كانوا يعني في منتهى الحماس، كلنا كنا في منتهى الحماس. احنا يا جماعه كنا طالعين في مهمه حقيقيه، ان احنا عايزين نقدم لجيل النهارده للمواطن النهارده، بدايه من الطفل اللي ابتدى يعي معنى الكلمة، للست اللي قاعدة في بيتها فاتحة التلفزيون عشان هي بتشوف شغل بيتها الصبح، للراجل اللي قاعد بيشرب فنجان شاي ولا كوباية قهوة على القهوة. بنقدم له تاريخ بلده بشكل حقيقي، بشكل محايد جدا جدا جدا، منظم جدا جدا، وشكل فيه حياة طبعا. الملكة إياحتب ربت أولادها كاموس وأحمس على كره الهكسوس وعلى حلم تحرير أرض مصر. كاموس بيكبر وبيبقى الدور عليه إنه يحقق الحلم ده. اللوحة دي كانت موجودة في معبد الكرنك، ابنه كاموس لما كبر كتب عليها: عن أي قوة أتحدث وأنا عالق بين أسيوي وكوشي، كلاهما يشاركني جزءاً من أرضي. أملي الوحيد هو تحرير مصر وسحق الأسيويين. وللتغلب على الأسيويين اللي هم الهكسوس، كان لابد من تطوير الجيش وإمداده بأسلحة تمكنه من دخول معركة وكمان الانتصار فيها. طوروا الأقواس وعملوها أكثر مرونة، صنعوها من الجلد والفايبر النباتي عشان تخلي الأسهم أسرع وأمتن. صنعوا عجلات حربية بأعداد مهولة. الملك كاموس كان بيستعد عشان يثأر لأبوه ويعيد كرامة الأرض. هو كمان في حاجة بتميز، أنا هتكلم كمشاهدة، اللي انتوا عملتوه في حياة. اولا وجود صوت سوسن بدر، صوت قريب لينا، مش ناريتر بيكلمنا على بعد مسافات، هو اصلا صوت قريب لنا. الحاجة التانية انه هي عمالة تتفرج كأن هي واخدانا معاها وهي بتتفرج، فانا ما حسيتش ان انا بتفرج على محاضرة اكاديمية،
قد ما انا حاجه فيها حياه وعايشه معاكي في الرحله اللي انت تنقلتي فيها في اماكن وسايتس مختلفه. هي على فكره هي بس انت جبتي الكلمه الصح, هي بالظبط كانت رحله. ان هو حتى في المعالجه لما كنا بنروح الميتينجز في الاول, ان هي رحله عبر الزمن من بدايه اول معالم ظهور الحضاره المصريه القديمه لحد انتهائها مع موت كليوباترا. ده كله على بعضه الموسم الاول. وهو رشاد كتب كده يعني. هو رشاد كان كاتبها علشان تتقال حدوته بسيطة. التاريخ العظيم كل حاجة ده كانت مكتوبة. سوسن احيانا كانت بتتجلى في مشاهد وتضيف حاجات كل من عليها. كل المشاهد بس مش وقفلك على الواحد يا محمود. لا بتتجلى ازاي بقى؟ كان في حاجات بتأثر فيها هي بشكل شخصي. فكانت بتضيف من عندها وكانت بتبقى حلوة قوي. بس انا كنت بضيف من عندي ده بعد ما اتعلمت. انا اتعلمت من خلال قعدتي مع رشاد ومع الاساتذة والدكاترة المتخصصين, وكأني لأول مرة أنا بعرف تاريخي بجد, تاريخي الحقيقي. لأن برضو رشاد عمل حاجة لطيفة جدا, وهو من الأول خالص في أول اجتماعات قالها لنا, قال إحنا عايزين نقدم الناس دول اللي عملوا الحضارة العظيمة دي من ناحية تانية غير اللي إحنا عارفينها. هما بني أدمين, هما بشر, بس محدش عارفهم بشر. كلهم عرفوا الملك الفلاني والملكة الفلانية, لكن محدش عارف تفاصيل حياتهم الخاصة, إيه اللي كان بيفرحهم, إيه اللي بيحزنهم, إذا كانوا بيتوجعوا زينا وبيحبوا وبيخافوا وبيزعلوا وبيسيبوا بعض وبيرجعوا لبعض. وجدة بتتعلق بحفيدها وحفيد قصة توتانخ آمون وتيب جدته. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش, وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.